عالم الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كثيرا جدا بتشوف مثلا في الجوائد أو مثلا في برامج يلاقي سؤال: ما هي هوايتك؟ إيه هوايتك؟ أنت بتحب إيه؟ إيه الهواية اللي أنت ناجح فيها؟ وتلاقي ناس كتير تختلف، واحد يقول والله أنا هوايتي مثلا بحب ألعب كورة مثلا، واحد تاني يقول والله أنا بحب السفر، واحد تالت يقول والله أنا بحب الصيد، ويجي واحد من وسط الناس دي يقول أنا بحب القراءة، أنا هوايتي القراءة. مش مقبول ان يكون انه يقول انا هوايتي القراءه. انا اسالك سؤال، انت ينفع تقول انا هوايتي الاكل، هوايتي الشرب، هوايتي التنفس مثلا؟ لا، القراءه هي نفس الموضوع كده، هي زيها بالظبط. مش تقول انا هوايتي القراءه، ده يخليك تستغرب، لان القراءه دي ضروره، ضروره من ضروريات الحياه، اساس من اساسيات الحياه. كل الناس بتجوع وتشرب وكده، فالاكل والشرب والحاجات دي مش 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 عاده، مش هوايه، دي حاجه طبيعه ضروره في الحياه. كذلك القراءه ضروره من ضروريات الحياه، مش لازم من لوازم المعيشه. انا عاوزك لما تقرا او تحب القراءه، مش تقرا كتاب او كتابين او والله انا بحب المؤلف الفلاني يكتب ينزله والله بقرا، مش بقرا حاجه تانية، لا مش كده. عايزك تقرا في كل المجالات، يكون القراءه دي طبيعه وعاده وسجيه، كل يوم بتقرا حاجه جديده، مش يوم او يومين، لا، انت لازم يكون القراءه دي منهج حياتك، حاجه اساسيه في حياتك. ما يمرش عليك يوم انك غير لما تقرا، وانت بيحصل كده معاك، ما فيش يوم بيمر عليك غير بتقرا. انا متاكد انك هتعدي في الشارع هتقرا لافته، تفتح تلفاز هتقرا شريط اخبار، هتفتح فيسبوك هتقرا ستيتس او تعليقات من الناس. انت بتقرا اصلا، بالعكس انت بتقرا كثير جدا كل يوم، بتقرا كتير. انت عندك وهم ان الكتب صعبه، ما مش بحب القراءه والله ماليش تقل عليها شويه، لا مش كده. انت تبدا، انت عليك البدايه بس، اول ما تبدا الامر يسير والقراءه سهل، وانت بتقرا كل يوم اشياء كثيره. عشان كده انا عاوزك تمنهج حياتك، تكون القراءه دي منهج حياتك. يعني عاوزك لما تقرا تقرا قراءه تصلح، قراءه تغير، قراءه تنميك، قراءه تخليك تقبل على القراءه. مش بقى تقول انا بمل، انا مش بحب اقرا، لا مفيش الكلام ده. انت لو تاملت السيره النبويه هتجد اهتماما كبيرا جدا بامر القراءه، اهتمام كبير جدا بأمر القراءة. شوف مثلا مشهد النزول الأول لسيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم في الغاب بيعبد الله سبحانه وتعالى، فيبدأ الوحي بكلمة، يطلع له سيدنا جبريل في الغاب ويقول له كلمة واحدة: اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدون تردد يبدأ يرد عليه، يقول له: ما أنا بقارئ، مش بعرف أقرأ، لأن أمي صلى الله عليه وسلم. القرآن اللي استمر نزوله 23 سنة بدأ بكلمة اقرأ. كان ممكن يبدأ بأي حاجة تانية، اتعلم، صلي، أي حاجة، لا، البداية اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في مئات الصفات، إلا أن أول صفة أو أول أمر وجه لي القراءة، مع أنه مش بيقرأ صلى الله عليه وسلم، بدأ الوحي بأمر صريح مختصر في كلمة واحدة. الكلمة دي قصة حياة الإسلام، مش قصة حياة الإسلام، دي من أساسيات الإسلام، إنك تقرأ، تحمل منهج الإسلام كلمة اقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا كان أمي ما كانش بيعرف يقرأ، فرد بكل وضوح: ما أنا بقارئ. فبدأ سيدنا جبريل يضم ضمة قوية جدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعب عليه، تعب من الضمة دي، وعاد عليه في سؤال مرة تانية، وعاد عليه الأمر مرة تانية، قال له اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية قال له: ما أنا بقارئ. فضمه مرة ثالثة فقال له اقرأ. فالمرة الثالثة النبي يقول له: ما أنا بقارئ. بعد كده قال له الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر القصة. فأنا القراءة يعني، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار بيعبد ربنا، مش عارف مين ده، لسه ما يعرفش حاجة، ولا أول حاجة قدمت لي إنك تقرأ قبل ما يعرف إن ده مرسل من رب العالمين، وإن قبل ما يعرف إن هو رسول للعالمين، وقبل ما يعرف كل ده وجه إليه اقرأ. فما يعقلش إن كلمة اقرأ اللي هي بدأ بها الإسلام تكون هواية، إنك الناس تحبها وناس تنفر منها، الناس بتحب تقرأ، لا مفيش حاجة اسمها كده. اقرأ دي منهج حياة، لازم تكون تخطط وتحب تقرأ وتخطط لحياتك. في ناس ما ينفعش إن في هواية تكون الناس بتحبها وناس بتكرهها. اقرأ، مش القراءة مش هواية، القراءة منهج وضرورة من ضروريات الحياة. حاول بقى في حياتك عشان تعيش صح يكون منهج حياتك إنك تقرأ، وتكون عندك على طول كتب بتقرأها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على القرآن وعلى السنة حياها نعيشها للجنة وإيه غير